نصيحة صغيرة بس، يعني المشاريع هذه، المشاريع احنا كفاوند لو نعتبر انفسنا فاوندرز، في الغالب احنا ما ندفع رؤوس اموال كبيرة، فلا تتردد في انك تكون مرن جدا في اي شيء. ابني ابني تجربتك الخاصة، يعني ادخل تجربة استثمار واختلفه واطلع، وابني الاستثمار الثاني وابني ليه، لانه انتم فاوندرز ما في انفستمنت كبير، فانت يعني تعطي الموضوع هذا يعني حجم كبير. ليه؟ لانه بصراحه يعني كلما شفنا تجارب اكثر سواء كستارت ابس، وشفنا مثلا في سيس اكثر وتجاربنا فاشله اكثر، لانه ترى يعني يمكن 5% من المشاريع التقنيه تنجح والباقي كلها تفشل. بس فاحنا محتاجين نزيد حجم المشاريع الكبيره عشان ال 5% اللي بتنجح تزيد برضو عندنا. جميل جميل. توقع الارباح اصلا انا ما في مخيلتي كم الارباح بتكون عشان لا تتوقع. ابني اكسبيرينس، ابني اكسبيرينس.